مرحبا بكم، جزاكم الله خيرا على إجابة الدعوة. أسأل الله سبحانه وتعالى عز وجل أن تعيشوا معنا لحظات إيمانية نتعرض فيها لنفحات الله سبحانه وتعالى عز وجل. أسأله عز وجل أن ينزل علينا رحماته وبركاته وسكناته وفيضاته، وأن يجعلنا ممن اجتمعوا عليه وتحابوا فيه وتناصحوا فيه وتذاكروا فيه وتعاونوا على إقامة ديره وشرعه في كل أرضه وبين كل عباده. المناسبة ذكرى رحيل الإمام رحمه الله سبحانه وتعالى عز وجل. وعندما نذكر موتانا أول ما ينبغي القيام به الدعاء له. لقد افتقدناه منذ 3 سنوات، والتحقت به زوجه الشريفة المجاهدة بنت خديجة، وكان آخر من ودعناه رفيقه في حياته كلها منذ صباه، العالم الرباني المجاهد سيد علي سقراط. الرعيل الأول التحقوا بجوار ربهم ونحن على الأثر. فعندما نذكر موتانا أول ما ينبغي القيام به الدعاء له. لمن ذكرناه ولكل أموات المسلمين فنقول اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم واجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأكرمهم بالنظر إلى وجهك الكريم، وألحقنا بهم مسلمين محسنين تائبين طائعين لله رب العالمين، آمين. ثم أيها الأحباب، عندما نذكر الأموات فإنما نذكر أنفسنا بلقاء ربنا. نحن في هذه الدنيا سائرون إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك الرجعى، فبأي عمل نلقى وجه الله، وبأي وجه نلقى وجه الله. وما أكثر صاحب الذكرى وما أكثر ما كان صاحب الذكرى يذكرنا به. كان يذكرنا بالموت وبالآخرة، بالحشر والنشر والصراط والميزان، والوقوف بين يدي الله تعالى عز وجل. لم يخلو مجلس من المجالس دون أن يذكرنا بالله وبلقاء الله رحمة الله سبحانه وتعالى عز وجل عليه، ونسأله أن يجازيه عنا خيرا. البارحة عقدت هنا ندوة مباركة تتبعتها بكل اهتمام، وأثلج صدري أن المتدخلين جميعا أجمعوا على أن الحوار ضرورة، وأن تدبير الخلاف أمر مطلوب، وأن مد الجسور ينبغي أن يقوم به كل فئات المجتمع وكل أطياف المجتمع. فأحببت أن أستمر في هذا الموضوع تخليد لهذه الذكرى، واقتطفت كلمة لصاحب الذكرى نصا أخذته من الإسلام والحداثة، والنص الثاني أخذته من كتاب الشورى والديمقراطية. نبدأ به مذاكرتنا. يقول رحمه الله وهو يخاطب الإنسانية جمعاء: نمد إليكم اليد أيتها النفوس المتآخية في الإنسانية، مهما كانت اعتقاداتكم
ما دامت الرحمة الإنسانية والمحبة لبني البشر تنعش قلوبكم وأعمالكم. إننا وسنبقى دائما على استعداد، وكلنا عزم وثقة في رحمة الله عز وجل لمد اليد إلى الرجال والنساء ذوي الإرادة الطيبة والاستعداد النبيل. سنبقى كذلك حتى نعقد ميثاق عدم الاعتداء على الإنسان وعلى كرامة الإنسان، ميثاق رفق فعال ونشيط وباذل. إننا كذلك حتى نقضي على الإقصاء والحقد العنصري واحتقار خلق الله عز وجل والعنف على الإنسان والوسط الحيوي للإنسان. النص الذي أنقلته من كتاب الشورى والديمقراطية يقول فيه رحمه الله: البر بالإنسان ولو خالفونا في العقيدة خلق إيماني، بل البر بهم والإحسان إليهم لا ينقطع خيره ولو أساءوا إلينا. البر بالإنسان من حيث كونه إنسانا لا يبطل حقوقه انتماء عرقي أو لغوي أو ديني ما دام لا يقاتلنا في الدين. أفتح القوسين وأوجه النداء إلى من يحارب جماعة العدل والإحسان. عندما تفتح بعض المواقع وتقرأ التعليقات التي تكتب عندما يذكر اسم عدل الإحسان في خبر من الأخبار، ترى العجب العجاب، سيل من التهم: التبديع، التكفير، التفسيق، التضليل، التخوين، القاموس، كل مفردات قاموس التهم والسب تجدها مكتوبة. نقول لهؤلاء ولمن وراءهم: اتقوا الله في أنفسكم. نقول لهم: لا نعاملكم بالمثل، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. نقول لهم: غفر الله لكم، سامحكم الله، تعالوا إلينا، تعرفوا علينا عن كثر، اقرأوا لنا، فأيدينا مفتوحة وقلوبنا مفتوحة وبيوتنا مفتوحة، تعالوا لنتحاب في الله، لنتعاون على ما فيه صلاح البلاد والعباد، فنحن أبناء هذا الوطن، ما غايتنا إلا خدمة أبناء البلد وإلا خدمة الإنسانية جمعاء. ما تصفون به هذه الجماعة؟ إن كانت هذه الجماعة بهذه النعوت موجودة في أرض الواقع دلونا عليها لنحاربها معكم، لنقاتلها معكم، لأنها شر محض مطلق، ولكن لا وجود لها في أرض الواقع، وإنما هي في مخيلتكم. غفر الله لكم وهداكم وإيانا إلى سواء السبيل. وأوجه النداء لسادتي ولإخواني ولأخواتي الحاضرين والحاضرات والغائبين، لمن يسمع كلامي أو لمن يقرأه، أقول لهم استجابة لوصيتي صاحب الذكرى رحمه الله: تعالوا لنؤسس خطابا جديدا
لنؤسس خطابا إحسانيا قرآنيا ينأى عن الصراع. العالم اليوم عالم يسوده الصراع، الأقوى يأكل القوي، والقوي يأكل الضعيف، والضعيف يأكل الأضعف، وهلم جرا. الإرهاب استفحش أمره لاستفحاش دواعيه وأسبابه. من ينقذ البشرية من هذه الولاد؟ لابد من أن نؤسس خطابا إحسانيا الذي يقول الله سبحانه وتعالى عز وجل فيه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقولوا للناس حسنا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يأمره الله سبحانه وتعالى أن يقول لأعدائه: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا الخطاب الإحساني الذي سيكون إن شاء الله تعالى بديلا لهذا الصراع المحتدم. ما نقرأه في الصحف وفي المواقع في بلدنا هذا يطغى فيه هذا الجانب، العنف اللفظي بين الأحزاب، بين التيارات، بين العلمانيين، بين الإسلاميين، بين الأمازيغيين، بين العروبيين، بين إذا استمر الأمر على هذا الوضع سيفضي بنا من العنف اللفظي إلى العنف المادي كما يعيشه إخوان المشارقة في الشرق، نعوذ بالله من ذلك. فتعالوا نرتفع عن هذا الواقع لنؤسس خطابا إحسانيا يجمع شتات المسلمين أولا وشتات البشرية جمعاء. هذا الرجل الذي نحتفل بذكراه ولد في عالم الإحسان وعاش في الإحسان وقال: إنما خلقت للإحسان. إن أردت أن أرخص مشروعه أكتفي فقط بهذه العبارة: مشروع الإحسان، لأن العدل ينطلق من الإحسان. الإحسان أمر من الله سبحانه وتعالى، العدل والإحسان أمران من الله سبحانه وتعالى لعباده. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان هي الغاية التي خلق الإنسان من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعرفون، كما فسرها حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس. لأن الغاية من العبادة أن توصلك إلى معرفة الله. إذا لم توصلك إلى معرفة الله سبحانه وتعالى فيكون مثل العابد كمن أراد أن يبني بيتا فظل حياته كلها يجمع في أدوات البناء ومات ولم يضع لبنة على لبنة، لأن العبادة لم تفضي به إلى معرفة الله. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان قلت غاية من أجلها خلق الله تعالى الجن والإنس. هذا الرجل الذي نشأ في بيئة إحسانية وتخرج من مدرسة الإحسان استفاد من هذه المدرسة ما أنتجه فكره هو نتيجة الإحسان. يقول رحمه الله: إن الحكمة العقلية
هي ثمرة الرحمة القلبية، ثمرة نور الله سبحانه وتعالى في القلب، هي التي أعطت له الحكمة العقلية التي سجلها كتابة ومارسها فعلا في توجيهاته وفي تربياته لأبنائه وبناته. الإحسان هو الذي أعطاه النفس الطويل في الصبر والتحمل والمواجهة، هو الذي جعل منه الرجل الذي لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل، ويقول كلمة الحق مهما كان ثمنها. الإحسان هو الذي جعله يرتبط بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار، وكل ما اشتره من كتب هو مستوحى من كلام الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي جعله يعيش الرفق والرحمة والمحبة للخلق، الأمة الإسلامية محتاجة إلى الإحسان احتياجا كبيرا. المسلمون كلهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إسلام رحمة، إسلام عدل، إسلام قوة، إسلام لطف، إسلام انضباط بضوابط الشرع، في حين أن في المسلمين من يقول لا إله إلا الله ويكذب ويسرق ويغش بل ويقتل وينافق. ما الذي ينقصه؟ لم يرتفع إلى قمة الدين، ظل في المستوى التحضيري الابتدائي، لم يرتفع إلى الجامعة، لأن ديننا إسلام وإيمان وإحسان. وماذا المسلمون لم يرتفعوا إلى مستوى الإحسان كما ارتقى إليه الصحابة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم، فستظل أحوالهم كما هي عليه الآن. نسأل الله تعالى عز وجل أن يرفع هممنا لمعرفته. فالإحسان هو الذي يعقم جرثومة الفساد في القلوب. الناس يطلبون العدل، فتأتي الأقدار وترفعهم إلى مستوى الحكم، وكانت نياتهم هي إقامة العدل، وبمجرد ما يتسلمون السلطة إذا بهم يقلبون ظهر المجن وينقلبون رأسا على عقب. لماذا؟ رحم الله الشاعر يقول: الظلم من شيم النفوس، وإن تجد ذا عفتين فلعلة لا يظلم. هناك علة منعته من الظلم، الظلم من شيم النفوس. من يطهر هذه النفوس من الرياء، من العجب، من الكبر، من الأنانية، من الغطرسة، من حب الدنيا، من الأثرة، من يطهر هذه النفوس إذا لم يتربى الإنسان تربية إحسانية التي تحتاج إلى بيئة وتحتاج إلى جهاد ومجاهدة. يشتغل الناس بالفقه الشرعي، أمر مطلوب وواجب، ولكن معه وأثناءه وقبله لا بد من إحياء فقه السلوك إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل، الذي هو الفقه الأكبر. فإذا كان الفقه الأصغر يتعلق بذوات الجوارح، فالفقه الأكبر يتعلق بصفاء النفس. إلا من أتى الله بقلب سليم كيف نحافظ على سلامة أنفسنا؟ إذن أيها الأحباب، لا بد من أن نرتقي بديننا بإسلامنا حتى نستكمل ديننا، أن نرتقي إلى مستوى الإحسان. فإذا
ساد الإحسان بين أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تراحما وتكارما وتعاونا وتعالفا وأخوة وبذلا وعطاء ومحبة وصبرا، لا شك أننا سنسترجع قوتنا ومجدنا ونستأنف رسالتنا. نحن لم نخلق لذواتنا، خلقنا للبشرية جمعاء. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لإنقاذ الناس، لتعليم الناس، لإطعام الناس، لإكساء الناس، لإغاثة الناس، لكل ما فيه مصلحة الإنسان. فإذا بنا نحن اليوم نعيش عالة على الناس، دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. من يخرجنا من هذه الورطة؟ بالإحسان يمكن أن نقيم العدل. العدل يقتضي المجاهدة ويقتضي الجهاد. هذا الرجل رحمه الله بعدما تخرج من مدرسة الإحسان أزاح الغبار عما علق بهذا الإحسان مما أحدثه الناس عبر الزمان مما ليس منه، من طقوس لا علاقة لها بالإحسان استحدثها الناس، فأرجع الأمر إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجع الأمر إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم ربط الإحسان بالجهاد بالعدل. قد يتحرك الإنسان لإقامة العدل إذا لم يكن باع نفسه لله؟ سرعان ما ينقلب في عالم الواقع. كثير من الدعاة كبار لما كانوا في حالة الأمن خرجوا من السجن وقد وضعوا السلاح، داروا دورة 180 درجة. لماذا؟ لو كانت خشية الله تعالى ساكنة في قلوبهم ازدادوا إيمانا وازدادوا صلابة وازدادوا يقينا وازدادوا تمسكا بالحق. ولكن الغياب الإحسان هو الذي جعلهم يفترون ويتراجعون ويتقهقرون. إخوتي، الوقت المخصص لهذه الكلمة قد انتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى عز وجل أن يرحم فقيدنا وأن يتولى أمورنا وأن يسدد خطانا وأن يجعلنا وإياكم من أحبابه وأوليائه وأصفيائه، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة الصالحين من عباده. قولوا قولوا هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.